الكفاح في ان انا الاقي الدعم لفكره. ابتدت ازاي وازاي لقيت الدعم والحماس وتكوين فريق العمل؟ ده من احكي عندي يا شريف. لا مش انت الفكره جت من عندك؟ مش انت طيب. اللي كتبت؟ خليني اقول لحضرتك كده ببساطه شديده. دايما بيتقال لنا ككتاب بنبدا حياتنا ومش عارفين نبقى ازاي، مش عارفين مين النجوم اللي نروح لهم، مش عارفين مين الكائنات الانتاجيه اللي نروح لها، لان في مصر كتاب كتير جدا عندهم طاقات شابه لكن مش قادرين يوصلوا موهبتهم. فدايما كانت بتتوجه لنا نصيحه من المحترفين، دور على الشخص اللي يشبهك واللي هو كمان بيدور عليك. لما انت بتروح لكيان كبير هو اوريدي عنده طابور طويل جدا من الموهوبين، عارف هو هيقول لك ايه؟ اللي مش فاضي ده الدرج مليان عندي سيناريوهات يا ابني، قالوا لك كده يرحب بيكي بطريقه لطيفه جدا وياخد منك وبعد كده مش هتتلقي منه اي رد. ف يعني لو هنتكلم بقوانين الجذب والكلام اللي هو عن علم الطاقه والتفاصيل والكلام الكبير قوي ده، انا وخضر كنا بندور على بعض لغايه لما الظروف لعبت لعبتها. وانا مش بؤمن بحاجه اسمها صدفه، انا بؤمن بحاجه اسمها قدر، اجتهاد حتى لحد ما تيجي الوقت. صحيح. هو بيسعى بقاله سنين طويله وانا بسعى بقالي سنين طويله لغايه لما تعرفنا مع بعض في 2016. من 2016 واحنا النهارده في 2021 بنتكلم في 5 سنين عملنا مشاريع كتير جدا، روائيه طويله وحاجات قصيره وبرامج على اليوتيوب واشتغلنا مع بعض، لكن ما كانش في حاجه منهم ظهر. انت كمان كنت شغال مع خضر في البرامج بتاعته صح؟ اشتغلنا في برنامج. لا مش القديم، يعني حاجات جديده كنا بنحضر ليها بس ما حصلش نصيب ان هي تتنفذ، يعني محاولات كلها. وهو عنده بجانب المشاريع الاخراجيه وبجانب الطاقه الاخراجيه اللي عنده، هو عنده شركه دعايه واعلان، فمن خلالها بيتواصل مع مجموعه من الجمعيات الخيريه عشان يعمل لهم اعلانات بشكل مختلف على الانترنت غير الاعلانات اللي بتبقى موجوده في شهر رمضان على التلفزيون. فقعدنا مع بعض في مره قال لي في فكره رائعه انا شفتها من خلال احد الجمعيات الخيريه، بعمل لهم اعلانات فبستقبل منهم ملف في مجموعه من الحالات والقصص الانسانيه. يعني قصص حقيقيه لازم تكون مستوحاه من حاجه حقيقيه عشان تبقى صادقه يعني. ففي فكره كده احنا انا وهو قريناها مع بعض، فلما قريناها قلنا نركن بقى كل الشغل احنا بنتكلم فيه بقالنا سنين ده، احنا هنبدا بدي. قعدنا نشتغل عليها انا وهو. هو كان الموضوع كمان جماله في ان هو اللي بيخرج وهو اللي بينتج، فاحنا كان الموضوع بالنسبه لنا مش مستنيين حد يتعطف علينا. رغم ان الموضوع كان صعب ورغم ان الموضوع فيه تكلفه ورغم الموضوع قائم على المجهودات الفرديه، لكن في الاخر احنا الاثنين ما كناش تحت رحمه حد. ده بدايه الموضوع. لا دي حاجه حلوه وصعبه، يعني عملتها ازاي؟ هي حاجه حلوه وصعبه في نفس الوقت، بس هي الفكره كلها ان بعد كده دخل معانا اثنين من اصدقائي، دخل معانا استاذ رامي يعقوب واستاذ شيرين علاء. دخلوا امنوا جدا بالفكره وامنوا جدا بالمشروع اللي احنا بنعمله. هم كانوا اوريدي شايفين من الورق اللي احنا خلصناه وكتبناه، كانوا شايفين ايه اللي هيحصل. كانوا شايفين ايه اللي هيطلع. فالناس ما تاخروش بصراحه، والناس كانوا يعني لغايه النهارده واقفين معانا وفي دعم طبعا خطير. وهي الفكره كلها ان الكويس في الموضوع ده ان مفيش فوقيكي الايد بتاعه اللي هو المنتجة اللي هو لا ما نعملش دوت، نعمل دوت، ده مش هيبقى كوميرشال، ده مش هيبقى مش هيتسوق كويس. فهي الفكره كمان ان احنا لوحدنا، احنا معناش اي دعم انتاجي مثلا من البروفيشنالز اللي في مصر او من المتخصصين اللي في مصر او محترفين السينما في مصر. فزي ما بتقولي ماشيين جوه الحيطه كده، عارفه اللي هو يعني ماشيين بدعوات ربنا يعني بوقفه ربنا معانا وبدعوات الناس وبتاع. فبرضه انت بتبقي مقلقه، هل مثلا هيتقام علينا في يوم من الايام؟ ليه هقول لك انه ده اصعب؟ لانه وانت بتنتج انت بتبقى خايف بصراحه يعني على الفلوس اللي انت عمال تطيرها دي، ما انت هتبقى مرعوب اكتر. والله بصي لما تخافي على فلوس غيرك بتبقى اصعب بكتير من لما تخافي على فلوسك. لو انت عارفه انك انت هتحطي فلوسك عشان تعملي حاجه، انت فاهم قصدي؟ لكن دايما عشان تاخدي فلوس من وتقنع حد انك يستثمر دايما فانا بقول لك ربنا كرمنا برامي وشيرين ان هم برضو دخلوا معانا شركه، لان طبعا الميزانيه في الاخر هتبتدي تخرم طبعا. على الورق بيبقى باين خلاص احنا هنا هنخرم، فاللي هو لا نخش احنا بقى محتاجين دلوقتي هنا هنبقى محتاجين من بدري. فهم الناس بقول لك دخلوا معانا من الاول خالص، يعني ده توتالي بليف دي الفكره، امنوا بيها جدا وبتاع واشتغلنا ولغايه النهارده قاعدين اللي وعدنا بيه الحمد لله. ربنا كرمنا انتوا عملتوه زياده. طيب.